فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. بسبب هذا اللين وهذه الرحمة التي جعلها الله في قلب هذا الناهي عن المنكر والآمر بالمعروف، كان عدد من حج معه 120,000 في زمن يقل فيه الأعداد. يعني أنك تتحصل على 120,000 في الجزيرة في ذلك الوقت ليس سهلا، يكاد يكون كل بيت حج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لحبهم له. فنحن نحتاج إلى أن يجلس الناهي عن المنكر مع المصطفى صلى الله عليه وسلم ويراه كيف ينهى نساءه، كيف ينهى الشاب الذي نظر إلى المرأة الوضيئة. ماذا فعل له المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ جعل وضع يده على وجهه وأخذ يميل رأسه فقط. حركة اليد فيها من اللطف ومن الحنان دون أن يصفعه بكلمة تجرحه، دون أن يغلظه القول. عند الكعبة. نعم. لماذا؟ تعليم، تربية. العاصي ما زال مؤمنا. العاصي ليس عندنا دليل أنه يكرهه الله، فقد يتوب.